اكتشف الإعلام الجزائري مومن أيد قاسي في منشور له على صفحته الرسمية على الفيسبوك بأن الناخب الوطني جمال بالماضي يريد برمجة بمبارات المنتخب الوطني الجزائري أمام ناظره التنزاني على أرضية ميدان ملعب تيزي وزو الجديد. وقال مومن أيد قاسي في منشور له على صفحته الرسمية في الفيسبوك: حصري بالماضي يريد استقبال تنزانيا في ملعب تيزي وزو حسين أيد أحمد الجديد شهر سبتمبر المقبل، وسيلعب المنتخب الوطني الجزائري مباراتين له خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل. الأولى ستكون أمام منتخب تنزانيا في الجولة السادسة من تصفيات أمم إفريقيا، أما الثانية فستكون أمام السنغال في إطار مباراة ودية.